محكمة ciidamada qalabka sida ee dawladda Soomaaliya ayaa xukun ku riday Xasan Haaji Xanafi oo ka tirsan ururka Al-Shabaab isla markaana loo heystay dilka tiro saxafiyiin Soomaaliyeed ah warbixin arintaas ku saabsan waxa ay noo soo dirtay wariyeena Zainab Maxamed Aadan oo ku sugan magaalada Muqdisho دعوت عقابات كان إلو هستي إذي سنة حسن حنفي حاجي عبد السلام أولوغو إذي إن أو كتر سنية هاي الشباب أولا شاقي إن أو أقابل سنة دلالك السحفيين تا أيا وحا لشاعي إن أو دل أقايستي الله أو نحريستيشن سحفيين ها محكمة دعيدة مذا قالب كسيدا أيا دقايستي دعوت إلو هستي إذي سنة ها وحاينا سيدو كلاي أركتي مرقاتياشي كوعدي إن أو قلي دنبقا وحينا كحو كنتي قعن كوديق لحسن حنفي حاجة عبد السلام ديل توغشا وحانا حكم كوجيه ديو ورباين تو قدوميها محكمة الدرجة دو كوادي عيدا مدى قلب كسيدا حسن علي شوتي مركي دقيسة تي محكمة دو دي قرينة دا او اهي ان ايدي سنها اللون حريستو لون ايغا سفالها دن بيغا فودو ديو لانا تحقلي عطسيغا ايدي سنها سيداس درتك محكمة دا وحاو عداتي إن دنبيلة شباب قعنكو ديقلة حسن حنفي حاج عبد السلام ويهي دنبيلة قلي دنبيلة دي لغو سوكا لأوغي وحينا كحو كنتي دلتو غشاء عدي أنكو قرع سنين حكم كمحكمة دا وحاوفر الرعفان وبالله التوفيق زينة محمد آدم سومالي كيبل مقدشو